وين وصلت عملية التأليف بما أنه حضرتك تقوم بمشاورات فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ وين صرنا اليوم؟ الأمور وصلت إلى نقطة توزيع الحقائب سياسيا وتنفيذ المبادئ التي تم الاتفاق عليها، وعلقت عند يعني عدم موافقة العماد ميشيل عون على ما تم اقتراحه من مدور. ولكن مصادر تكتل التغيير والإصلاح تقول أنه هناك تصلب بالتعاطي معه، والمداورة هي حجة وليست حقيقة ما يجري. ليس هناك تصلب بالحد الأدنى، ما لمسناه نحن من متابعتنا كحزب تقدم اشتراكي لم نلمس أي تصلب على الإطلاق. الكل يقر بأن تمثيل التيار الوطني الحر في الحكومة يجب أن يكون وازنا متناسبا مع حجمه التمثيلي وحجمه السياسي، ولكن حكما عندما نذهب من حكومة من اتجاه واحد مع بعض الإضافات إلى حكومة وحدة وطنية، فكل الأطراف يجب أن تقدم تنازلات. مسألة المداورة حجة ذريعة أيا كانت خلفية طلب المداورة، ليس من حق أي طرف أن يقول أنا أتمسك بوزارة ولا أتركها. هل الوزارات هي حكر على أطراف سياسية معينة؟ هل الوزارات هي يعني أصبحت تسجل باسم هذا الطرف السياسي أو غير؟ أيا كانت الذريعة وأيا كان المبرر وأيا كانت الحجة، لا يجب أن تكون الوزارات حكرا على أي طرف سياسي، خاصة بأنه بعض الوزارات بات لها مع بعض القوى السياسية لحوالي 6 سنوات. بس الوزير باسيل عنده استحقاقات بده يتصرف فيها خلال الفترة القليلة المقبلة. إذا كان عمر هيدي الحكومة 3 شهور فقط، لماذا لا يعطى الطاقة من جديد؟ كل وزير لديه استحقاقات في وزارته، كل وزير لديه استحقاقات، وأنا كنت وزير في وزارة في حقيبة خدماتية وأعرف هناك استحقاقات. هذا ليس مبررا كافيا للقول بأننا لا نقبل بالمداورة. المنطق الطبيعي يقول بأن يكون هناك مداورة، والمداورة يجب أن تكون شاملة، بمعنى يجب أن لا يكون هناك طوائف تصنف على أنها من أبناء الجاري وطوائف تصنف على أنها من أبناء الست، بأن تشمل كل الطوائف وكل الأفرقاء السياسيين ولا يتم التصنيف بين الطوائف. لذلك رفض مبدأ المداورة أيا كانت دوافع المداورة غير مقنع. طيب أمام هذا الواقع اليوم، كيف السبيل للتصرف للاستمرار بعملية التأليف؟ نحن ننتظر ما ستؤول إليه مداولات حزب الله مع التيار الوطني الحر لكي يبنى على الشيء مقتضاه. إما نقول بأن الاتفاق السياسي الذي أنجز أو المبادئ السياسية التي أنجزت هي مستمرة، وبالتالي ينطلق فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة المكلف في تشكيل الحكومة، وإما يكون هناك تخلف عن الاتفاق السياسي ويبنى على الشيء مقتضى. هل قد نذهب إلى حكومة حيادية الأسبوع المقبل في حال لم تجدي هذه السيناريوهات مفتوحة، ربطا بما ستؤول إليه مداولات حزب الله مع التيار الوطني الحر؟